نحن وجهة نظرنا وقرارنا وموقفنا أن الاستيطان من بدايته إلى نهايته غير شرعي، ولذلك تتكلمون عن كتل أو عن مستوطنات هنا أو مستوطنات هناك. نحن نقول إن كل بيت وكل حجر وضع بالضفة الغربية بعد 67 إلى يومنا هذا هو غير شرعي ولا نعترف به. لا يمر قرار نتفق عليه نحن والآخرين دون أن يمر على استفتاء شعبي لجميع الفلسطينيين في العالم. لابد أن كل فلسطيني من كندا إلى اليابان، وأقصد بذلك اللي بالخارج أيضا، أن يوافق على ما عرض عليه، فإما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. فإذا قال لا بمشيش. حق اللاجئ حق شخصي، يعني انت لاجئ وابنك لاجئ، انت بتتنازل ابنك بتتنازلش او العكس، هو حر. اذا عندما نقول هذا خيار شخصي فهو يختار، فقلنا يختار ما بين اولا ان يبقى في المكان الذي هو فيه، في الاردن، في سوريا، في لبنان، محل ما بده، وياخذ تعويض. طبعا والله. او يذهب الى دولة اخرى بالاتفاق مع دولة، انا بدي اروح اهجر على كندا، محل ما بدك روح. حيثما ذهبت فخرجك لي، وين ما راح هو فلسطيني اولا على اخر، وياخذ تعويض. او ثلاثة، يقرر ان يعود لدولة فلسطين وياخذ تعويض، او يقرر ان يعود لدولة اسرائيل ويأخذ تعويض ويعود. طبعا هذه الخيارات منحطها أمام الفلسطينيين وهم يختارون، بدك تقعد هون أهلا وسهلا، بدك تروح هناك أهلا وسهلا، بدك تروح على فلسطين، بدك ترجع لتحمل الجنسية الإسرائيلية. ما هو هيك، ما واحد قال لي يا أخي كيف بدي أحمل الجنسية الإسرائيلية، قلت له ستيتلس برا ستيتلس جوا، وانت راجع الى دولة اسرائيل. لان جميع اللاجئين اللي هلا عددهم 5 مليون جميعهم، ومن يعني جاء وخلفتهم، كلهم من عام 1948. يعني ما فيش لاجئ من نابلس او من رام الله، كله يا من طبرية يا من صفد يا من عكا يا من الناصرة يا من يافا يا من بير السبع يا من هالمناطق. ما لا نريد القبول به الدولة اليهودية، لن نقبل اعتراف بالدولة اليهودية.